برعاية وزير الثقافة والسياحة والآثار ومشاركة المركز الثقافي للطفل، أقيم في بغداد مهرجان الأطفال الثقافي السنوي المخصص للأطفال الأيتام، وشهد المهرجان العديد من الفعاليات الفنية والنشاطات المسرحية، وتم توزيع العديد من الهدايا والجوائز على المشاركين. حقيقة كان مهرجان جدا لطيف، ومهرجان ربيع الطفولة، واليوم السعادة باينة على وجه أطفالنا للبرامج القيمة اللي قدموها من العرض المسرحي، من الأناشيد، من الفعاليات، من الرسم. حقيقة الألعاب السحرية للفنان هاشم سلمان كان يوم ممتع للأطفال، يوم لطيف، يوم أنه شعر الطفولة أنه أكو ناس تهتم بيهم، أكو ناس بكل مناسبة تتذكر. هذا الكرنفال شارك بأكثر عدد من الأطفال بمختلف الفعاليات، لكن اليوم حضور نخبة من أطفالنا أبناء العراق الأيتام، وتمكننا إلى رسم الابتسامة على وجوههم، وهذا الكرنفال المفتوح اليوم في بغداد، في تحديدا الفانوس السحري، كان لنا حضور، ولسفارة الطفل العراقي حضور لهذا المهرجان. تحياتنا للدكتور نوفل أبو رغيف لرعاية الطفل والطفولة بالعراق. طبعا اليوم تقريبا هو اليوم أو الفعالية الرابعة لمهرجان ربيع الأطفال في مركز أقيمت في مركز الفانوس السحري التابع لدار ثقافة الأطفال في بغداد. اليوم هو كان مخصص لمجموعة من الأيتام. احنا ارتئينا ان يكون يوم اكو بالمهرجان يوم مخصص للأيتام لإفراحهم ومشاركتهم ويانا لفعاليات المهرجان، وطبعا هم من حقهم علينا انه احنا ما ننساهم بهيج فعاليات وبهيج نشاطات. اليوم هو مخصص لهم، نشاطهم اليوم كان يحتوي على العديد من الفعاليات، منها كان معرض مرسم حر، ومعرض لرسوم الأطفال، ومعرض لرسوم الشخصية، وأيضا بازار، ومجموعة من معرض للأعمال اليدوية لمجموعة من المدارس، وأيضا تضمن مجموعة من الفعاليات لمجموعة من المدارس، وأيضا لمسرح الدمى في قسم الفنون الدرامية في دار ثقافة الأطفال.